السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوه سهله مهله وتجي بزاف بنينه. هذه الحلوه تتكون من زوج طبقات، الطبقه الاولى عباره عن صابلي وطبقه ثانيه يعني البنه راهي كامل تماك، وهي جرب مخدومه بلا كرامو بيغ بالكاوكاو، يعني روعه روعه روعه. هذه الحلوه نتمنى منكم تجربوها. نبداو بسم الله. عندي 125 غرام مارغرين تكون طريه، نضيف عليها نص كاس سكر عادي، سعه الكاس 240 مللتر، نضيف عليها حبه بيض وقرصه تاع الملح، يعني ما كاش اسهل من هذه المكونات. ونضيف عليها عطر الفانيلا ولا سكر فانيلا ولا لافاني نورمال اللي نديروها، ونحرك هذه المكونات كامل كيف كيف. لازم نحسوا هذاك السكر تاعنا ذاب، واللي تحب تستعمل الباتور في هذه المرحله راح تسهلي على روحك. مي انا توجور نحب نمدي لكم حاجه بسيطه للناس كامل تقدر ديرها. نحرك مليح بهذا الشكل، في هذه المرحله راح نضيف عليها الفرينه، راح نضيف الكاس الاول، نضيف عليه مغرف صغيرة تكون ممسوحة، لازم تكون ممسوحة ما تكتروش الخميرة، مغرف صغيرة ممسوحة تاع الخميرة، خميرة الحلويات. ونبقى نطن في العجينة ديالي، لازم تحصل على العجينة تكون طرية وما تلصقش في اليد. زدت عمرت الكاس الثاني وراح نضيفه تدريجيا، يعني دايما الفارينة نضيفها تدريجيا باسكو كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا خدات لي زوج كيسان وربع، يعني زوج كيسان الاولين ديتهم كاملين، زدت عمرت نص كاس راح ندي منه الربع تاعو برك. وهذا هو القوام تاع العجينه، تكون طريه وما تلصقش في اليد بهذا الشكل، يعني هذاك النص كاس ديت منه الربع كما راكم تشوفوا. نجيب لهنا بلاطو القياس تاعو 25 على 25، وتقدروا ديروا بلاطو يكون شويه كبير على هذا، يعني 30 على 25 راح تجيكم مليحه. ثاني دهنتو بشويه تاع المارغرين ورشيتو بالفرينه هكا باش ما تلصقليش، ونجيب العجينه تاعي راح هكا نسرحها كامل في هذاك البلاطو كما راكم تشوفوا، يعني عمليه جد بسيطه ما نستعملني حلاني والو. راح نجيب فرشيطه نثقبها كامل بهالطريقه، وعندي لهنا معجون تاع المشماش، راح ندي زوج مغارف كبار تاع المعجون بهالطريقه، وراح نديرو كامل كطبقه ثانيه للحلوه ديالي، راح يمد بنا بزاف هايله ويخلي الحلوه تاعنا اون ديغي شربناها، يعني تجي مشربه بهذا الشكل. نحطها جانبا ونمر نحضروا الكريمه ولا كريمه الزبده. عندي 125 غرام مارغرين، نضيف عليها كاس الا ربع سكر ناعم، كاس الا ربع سكر ناعم، ونضيف عليها زوج حبات تاع البيض. لهنا سمعوني مليح، من الاحسن ديروا السكر والمارغرين طلعوهم مليح باش تضيفوا باقي المكونات هكا باش تطلع لكم بالخف، ما طولش معاكم. انا ضفت زوج حبات تاع البيض وضفت مبشور البرتقال، واللي ما عندهاش تقدر تضيف لافاني ولا مبشور الليمون، وراح نطلعهم مليح كما قلت لكم. طلعوا السكر مع المارغرين قبل، كي تشوفوها طلعت مليح ضيفوا البيض والزاز تاع البرتقال هكا راح تطلع لكم تمتم، وتاني ما تشد لكمش بزاف الوقت. انا للامانه ما طلعت ليش مليح، مع الكوزينه كانت بزاف سخونه، يعني كنت شاعله الكويزينيير مي يعني عادي. شوفوا كيفاش طلعت لي، انتم تقدر تطلع لكم كخر من هذه، يعني تولي لكم يزيد الحجم تاعها بزاف. في هذه المرحله ضفت عليها كاس تاع الكاوكاو محمص ومطحون، يكون رقيق، من الاحسن يكون رقيق، وانتو ما تقدروا تاخذوا حتى الكاس ونص. ونجي نحطها كطبقه ثالثه للتحليه تاعي. شوفوا هذه الطبقات مد بنا روعه روعه روعه. شوفوا انا لهنا يعني ما طلعتليش مليح الكريمه الزبده، مي معليش باسكو علاش راح نطيبوها،
يعني ماشي مشكل كبير ولا عادي، مادام راح تدخل الفوق عادي. عندي لهنا كاوكاو ايفيلي حمصته انا غير في المقله، درت له شويه تاع الزبده وحمصته هكذا في المقله باش دالي هذا اللون الذهبي، وراح نديره هكا من الفوق. حيمد تاني قبلنا وتاني شكل تاع الحلوه يجي بزاف شباب بهذا الشكل. في هذه المرحله كون شعلت الكويزينيير تاعي على 180 درجه، ندخلها الطيب حتى تحمر لي مليح من الفوق باش نحيها بلا ما نشعلها من الفوق. يعني كي ندخل كوردون نحسها نشفت ونشوفها بلي تحمرت لي بلا ما نشعلها من الفوق، راح نطفي عليها وتكون واجده. لهنا راهي طابت وهي هكذاك سخونه، راح نجيب زوج مغارف كبار تاع المعجون، يعني حيتشرب لي كامل هذاك المعجون وتجي بزاف بنينه، ونمشيها كامل فوق الحلوه ديالي ونخليها تبرد تماما باش نقطعها بهذا الشكل. وراح نجي نقطعها، وهاد الحلوه تليق بزاف مع العصائر ولا مع لاتاي، يعني اللي عندهم مناسبات ولا افراح تليق بزاف تقدموها مع العصائر. وتاني راه جاي العيد الكبير، مليحه مليح حاجه نشربوها مع لاتاي. عندي لهنا لي سوريس كونفي قطعتهم هكذا دي بتيت دي، وانتم قطعوهم كيما تحبوا، انا قطعت الحبه على أربعة ولا اكثر، وتقدروا تقطعوا الحبه على زوج كيما تحبوا، انا ما نحبش الكو تاعهم بزاف، يعني غير هكا باش نكاسي ولا كولغ برك. وهذا هو الشكل ديالها. راح نجي لهنا نحي لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات. تجي ما شاء الله، الطبقه الاولى تجي فات سابلي، والطبقه الثانيه تجي جوغ معلكه مع هذاك الكاوكاو، يعني حلوه قمه. ننصحكم تجربوها، شوفوا خلوها تبرد مليح باش تقطع لكم مليح. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، وراح نقطع لكم منها باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش داير. شوفوا شوفوا الطبقه الاولانيه جوغ تجي معلكه، تجي بزاف هايله. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنساوليش الجيم والكومونتير. سلام.